انا عمري ما اختلفت معاه، وارجو انه يكون عمره مختلف معايا، لو انه هو ما انبسطش ان انا قدمت استقالتي من النادي الاهلي. هو ما كانش يتحايل على حد، يعني انا تجربتي معاه ان هو لما الكابتن جوهري حب يروح السعوديه رحمه الله على الجميع، فبيقول له كابتن السعوديه عايزاني، قال له شوف انت عايز ايه. يعني هو كابتن صالح ما يحبش حد يقول له انا، يعني انت عايز تمشي امشي على طول، خدني وش كده. انا لما كان عندي اسباب للاستقاله قلت له انا كابتن بعتذر لحضرتك، وما حدش لحد النهارده يعرف انا استقلت ليه. ما قلتش الاسباب لحد، وكابتن صالح ما سالنيش عنها، وما رضيتش اقولها حرصا على علاقته بالناس اللي حواليه. هل كان مطموح في النادي؟ افهمها زي ما تفهمها، حرصا على علاقته بالناس اللي حواليه. ده ان انا شفت حاجه ما حبيتش احضرها. الناس طمعت في المكان وهو موجود. مش ما تستخدموش عدل القيع في السكه دي. بس دون اسماء بقى. مش منهم الحسن، الكابتن حسن حمدي. بس. تمام ماشي، هو هعدي. ما كانش منهم الكابتن حسن حمدي. هو عاد مستقر. وانا ما رضيتش اقول، فهو قال لي عدي شوف اللي انت عايزه. عرفته زعلان امتى؟ انا بصيف كنت في سيدي عبد الرحمن. كويس؟ هو كان بيصيف في قرية الدبلوماسيين في سيدي عبد الرحمن. ففي راجل اسمه سلومة عنده، كان يشتري عرباوي، عامل سوبر ماركت صغير كده، كان كل الناس اللي في القرى السياحية، كان سيدي عبد الرحمن لسه صغيرة، ما كانش حد يعرف عنها حاجة كتير. فسلومة ده كان هو اللي يجيب لي أخباري ويودي أخباري، وكل كابتن صالح جه مش عارف عني جه. فراي عنده بعد ما قدمت استقالتي كان سنة 98 في الصيف بقى. فسلومة قال لي انت فين؟ ده كابتن صالح كان عندي الصبح وسال عليك، قال لي الكابتن عادل جه ولا لا؟ حسيت ان هو، فقلت لاخويا ما تيجي نفوت على الكابتن في ال، ففوت عليه في قريه الدبلوماسيه. السفراجي قال لي هو على البحر، قلت له ما تزعجوش، قال لي لا 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 ثانيه واحده هيكون عندك. فنزل رحنا دهن من على البلاج وجي، قعدنا قعدتنا خالص كويس خالص وبنتكلم ومش عارف ايه، وانا ماشي بقى ما كنتش عارف تستنى قعد لي سنه ولا سنه ونص ونمشي سوا. قلت له كابتن صالح اعتبرني ما مشيتش من النادي الاهلي. قال لي يعني لو عايز منك حاجه. قلت له يا كابتن ده سالت اساله، اعتبرني ما مشيتش من النادي الاهلي. فلقيت اخويا مدهش جدا وانا بركب العربيه، بيقول لي الله، هو صالح سليم ما كانش زعلان منك؟ كان زعلان انك قدمت استقالتك. قلت له انت هتصدق الناس اللي بتقول كده؟ على فكره كابتن صالح سليم لو زعلان مني لا يمكن يقبل رجوعي النادي الاهلي. وهو من الشخصيات لا اكتر من كده. ده هو لما كلمني قال لي فاكر الحلم ان احنا نحاول النادي الاهلي للشركه وانا في نادي الجزيره، تحب ترجع تحققه معايا؟ قلت له يا ريت. اكتر واكتر لما جه النادي الاهلي فاز بلقب نادي القرن، كنت لسه ما رجعتش النادي الاهلي. هو كلمني بقى بعديها رجع النادي الاهلي، قال لي عدلي انت بتعمل ايه دلوقتي؟ كان يوم جمعه. قلت له ولا حاجه. قال لي تعالى لي، فوت عليا في النادي الاهلي. فوت عليه، قال لي النادي الاهلي فاز بلقب نادي القرن. قلت له عارف يا كابتن، مبروك وبتاع. كان بقى الله يرحمه تيسير الهواري، والمكتب مليان بقى اهلاويه واعضاء. قال لي انا قررت ان انا اطلع السلم الجايزه دي. وعمر صالح سليم كانت سنه 2001، عمر كابتن صالح سليم ما طلب انه يطلع رئيس بعثه ولا وهو رئيس نادي. قلت له ده احسن قرار واحسن حاجه، انت تستحق يا كابتن مشوار حياتك، وانت ساهمت في هذا اللقب اكتر من اي حد تاني. قال لي اتكلمنا شويه كده، قلت له بس يعني لازم البعثه الرحله دي تجهز لها اعلاميا كذا وكذا 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 وكذا. قال لي جهز نفسك انت هتطلع معايا. انا ما صدقتش نفسي. كابتن صالح قرر صاحب احدا معه، وعندما يصطحب احد يصطحبني انا وانا خارج النادي الاهلي والناس عماله تقول ده زعلان منه رحت معاه. وكان كابتن خطيب طالع يكرم بصفته احد الفائزين بالكره الذهبيه. فطلعت مع كابتن صالح باختياره الشخصي، وطلعت وعملت له طبعا فرشت فرشه اعلاميه قبل ما اطلع، من خلال ان انا سالت مين الملحق الاعلامي في السفاره هناك، قالوا لي ده فلان استاذ عطيه الشقران، ده بالصدفه هو اللي اشتغل معايا من وزاره الاستعلامات
في التحضير للبطوله العربيه كان هو ماسك اللجنه الاعلاميه معايا. قلت له اللي عملناه يا استاذ عطيه بالتليفون مع النادي الاهلي، عايز كل جنوب افريقيا تعرف كل شيء عن النادي الاهلي وعن كابتن صالح سليم قبل ما نوصل، لان كان الزمالك هو اللي بيلعب في افريقيا، لعب مع كايزر تشيفز وسان داونز، والاهلي ما لعبش خالص مع الانديه الجنوب افريقيه. قلت له هتلاقيهم هم يعرفوا عن الزمالك اكتر ما يعرفوا عن الاهلي، وعايز اول ما اوصل كل وسائل الاعلام تسجل مع الكابتن صالح سليم. وتم الاعداد للزياره اعداد رائع جدا الحمد لله. بس فرجعت بقى كلمني قال لي انا عايزك ترجع وتعمل من خلال اداره التسويق تشوف ازاي نعمل الاهلي شركه او هو يتحول لشركه وبتاع، ومشيت الامور بعد كده. وشوشة، الموقع الفني الأول في مصر. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهوادي. www.washwasha.org